طيب هنبدأ في الجزء الثاني اللي هو الجلوبال ستراكشر، زي ما احنا اتفقنا في الاول اللي هو عبارة عن الاوفر اول ستراكشر، يعني انا بتكلم على كل البيجز اللي موجودة عندي في الايه في الويب سايت، ولكن مش كل البيجز لوحدها بس منفصلين عن بعض، لا هما لازم يكونوا مرتبطين ببعض في ما بينهم. او هو عايز يقول لي مثلا ان الريموف يوزر والاد يوزر دول البيج دي والبيج دي تبع الايه تبع المانجمنت، يبقى هو طبعا لازم يمثل حاجه دهيت بشكل يوضح الموضوع ده. ايه اللي هيوضح الموضوع ده؟ هو الشكل الهيراركي اللي هو الهرمي، الشكل الهرمي اللي هو بيبدا من اول ده وبعدين ايه بيتفرع وده بيتفرع وهكذا، تمام. فهو الجلوبال ستراكشر زي ما اتفقنا، وان اوف ذا ديفيكولتيز اورجنايزنج انفورميشن اور سيستم فانكشناليتيز ذات ديفرنت بيبل. ركز بقى في الحته دي وعايزين نفهمها ونربطها بالكلام اللي احنا كنا درسناه في الاول. Different people have different internal structures to their knowledge. يعني ايه الكلام ده؟ يعني قصدك ان قصده ايه؟ قصده ان الناس مختلفين عن بعض، بمعنى ان الناس ممكن يشوفوا حاجة مثلا قدامهم كل واحد يترجمها في دماغه، مش قصدي يترجمها كلغة، انا قصدي يترجمها في دماغه انها حاجة تانية خالص. يبقى ده تحدي انت لازم تاخد بالك منه وانت مثلا بتعمل اسامي الايه البيجز. وبرضه خلي بالك اللي هما ممكن يترجموها بشكل حرفي بقى المرة دي، الفوكابلري اصلا نفسه بيكون ايه مختلف. وبالتالي انت لازم لما تعمل الستراكشر ديزاين بتاعك لازم تكون موضح ال ال او يكون في جايدنس واضح. شوف الحتة دي جايدنس واضح الايه عن مثلا انت واقف فين دلوقتي او المفروض تروح فين، واسامي البيجز اللي عندك تكون واضحة وليها معنى. ما تسميش مثلا البيج اسمها A والبيج اسمها B، اكيد انت طبعا ما حدش شايف الحاجات دي خالص، ولكن خلي بالك اللي انت برضو حتى لو فضلت تعمل الحاجات دي it's inevitable، يعني قالك ان دوت ده شيء حتمي ان في ناس برضو مش هيفهموها بشكل كامل. فعشان كده زي ما هو قالك اللي انت therefore اللي انت محتاج تعمل guidance واضح، واللي انت تسمح اليوزرز اللي هم يغيروا رأيهم. يعني ما فيش حاجة اسمها مثلا لو انا رحت للبيج ده وانا مثلا ما خدتش بالي اللي انا ما ينفعش ارجع، لا هو قال لي اهو انا عندي اللي انا اضغط على ده وارجع، الموضوع بسيط خالص، تمام. او ممكن حتى تضغط على ده او ممكن حتى تضغط من الكيبورد، يعني قصدي اللي هو ايه انت تسيب لهم اكتر من طريقة اللي هم يغيروا رأيهم، ماشي، لو حد اتلخبط او حاجة. يبقى احنا زي ما احنا بنتكلم، احنا بنتكلم على ايه؟ على الجلوبال ستراكشر، تمام، هيراركال اورجانيزيشن اللي هو الشكل الهرمي اللي هو مجموعه البيجز كلها. امال ايه اللوكال؟ اللي انا كنت بتكلم على البيج لوحدها، حلو. طيب يبقى هو بيقول لك there is also evidence that deep hierarchies are difficult to navigate. يعني ايه الجمله دي؟ ديب هيراركي يعني هيراركي فيها ليفلز كتير، يعني البيج دي فيها بيجز والبيجز دي فيها بيجز والبيجز اللي فيها بيجز فيها بيجز. لا قال لك الكلام ده هو هيلخبط اليوزر، بلاش تعمل كده. فهو قال لك انا عندي قاعده اسمها او في رقم اسمه ميلرز اللي هو تقدر تقول اللي هي قاعده ميلر يعني للماجيك نمبر. قال لك اللي انت تخليها حوالي سبع بيجز مثلا، او يعني سبعة بيجز او اقل اتنين او اكتر اتنين، يعني يا اما سبعة يا اما خمسة، يا اما سبعة يا اما تسعة، فاهم قصدي؟ يعني تسعة او سبعة او خمسة، بس الافضل سبعة، ولو حابب تزود ما تطلعش عن تسعة، ولو حابب تنقص ما تقللش عن ايه عن خمسة، تمام. وده كله ليه؟ ده بناء على تفاصيل هو درسها، تمام. اكيد طبعا مش هندخل فيها، يعني مش هندخل في التفاصيل خالص دي. يعني هو بيقول لك ان هي دي الميموري كاباسيتي، هي دي الميموري كاباسيتي، مش هتقدر تستحمل كل البيجز دي تشوف قدامها كل البيجز دي، تمام. طيب السكرين ديزاين وي اللاي اوت، بيقول لك في عندي principles at the screen level reflect those in areas of interaction design. يعني ايه؟ يعني انت علشان تعمل الديزاين بتاع السكرين محتاج تسأل نفسك اكتر من سؤال، هو اليوزر المفروض يعمل ايه؟ What is the user is doing اصلا؟ تمام؟ ايه الانفورميشن اللي هو هيحتاجها؟ يعني مثلا انا عايز اعمل الصفحة دي، مين اليوزر؟ انا اليوزر. اليوزر مين؟ انا اللي هو ايه يعني ايه الكاتيجوري بتاعته؟ ديفلوبر مثلا، ممكن يكون ميل او فيميل. يبقى كل الكلام ده انت ايه بتاخد الكلام ده كله، يبقى انت بتاخد كل المعلومات اللي ممكن اي شخص يستخدم الصفحة دي، تمام. مش مثلا ما يعملوهاش على عليا انا بس، لا يعملوها على اي ديفلوبر عموما سواء ميل او فيميل سواء مش عارف اي حاجه، هو لازم يعملوا حسابهم ان الصفحه دهيت يعرفوا هو مين اللي اصلا اليوزر اللي بيستخدمها، وايه الانفورميشن اللي هو ممكن ايه ممكن يحتاجها. طب وايه الكومباريزنز اللي هو برضو ممكن يعملها؟ يعني مثلا هو هنا مثلا انت لو كان في اهو، شوف الكومباريزن مثلا في فلترز عندي، تمام. الكلام ده كله الديزاين قال لك اللي هو form follows functions، يعني let the required interaction derive the layout. يعني انت لو لقيت نفسك محتار قوي ومش عارف تعمل layout هتعمل ايه،
هتبدأ تفكر ايه الانتراكشنز اللي اليوزر هيحتاج يعملها مثلا في الايشوز تيبل. ايه فكر انت فيها كده. اول حاجه ان هو يشوف كل الايشوز. الايشوز يعني المشاكل اللي في ريبوزيتوري معينه. يعني انت تشوف كل المشاكل، تعمل مشكله جديده، تعمل فلتر للمشاكل. انت تبدا تفكر في الانتراكشنز اللي هو اليوزر يعملها، وعن طريق ده هتعمل الايه، هتعمل الديزاين. وقال لك ان برضو انت عندك شويه جايد لاينز وانت بتعمل السكرين ديزاين واللاي اوت. طب ايه هي عامل الجايد لاينز دي؟ قال لك ان انت تعمل جروبنج وستراكشر، تاني حاجه تعمل اوردر، تالت حاجه تعمل ديكوريشن، رابع حاجه الاينمنت، خامس حاجه وايت سبيس، لوكاليزيشن، وانترناشونالايزيشن. خلينا نشوف واحده واحده. يبقى اتفقنا ان اللي انا عندي مجموعه من الجايد لاينز تمام تخص السكرين ديزاين واللاي اوت. هنبدا نشوفها دلوقتي واحده واحده. خلي بالك برضو الجمله دي ايه، متكرره. اول حاجه الجروبنج والاستراكشر، قصدي متكرره هنا وهنا يعني، فاحنا هنعديها فما تقوليش ان انا ايه بعدي حاجه. يبقى اول حاجه الجروبنج والايه والاستراكشر، يعني الحاجات المنطقي اللي هي تكون مع بعض حطها مع بعض. انا عندي مثلا دلوقتي معلومات عن البيلنج، يبقى لازم تخلي النيم والادرس والكريدت كارد كلهم في مكان واحد، ما تحطليش دي هنا مثلا وده ده في مكان تاني خالص. يبقى دي اول حاجه، الحاجات اللي انت تحس ان هي لوجيك اللي المفروض تبقى مع بعض خليهم ايه مع بعض بالفعل. تاني حاجه، لا نفس الحاجه برضو، هو هنا بيطبقها لك مره على مثلا السكرين، او مره على البيج، ومره بيجربها لك على فيزيكال ديفايس. يعني ده مثلا فيزيكال ديفايس، ده اعتقد هو مايكرويف او فرن او حاجه، ده بتهيألي مايكرويف. فهو بيقول لك مثلا ان انت بتخلي كل الحاجات اللي ليها علاقه مثلا بتايب فود مع بعض، التايم تو كوك مع بعض، اللي هو تشوف ايه الحاجات اللي انت شايف ان منطقي تبقى مع بعض حطهم مع بعض. يعني انواع الفود، هل المنطقي ان كل واحد يبقى في مكان، ولا المنطقي كله يبقى في مكان واحد؟ يبقى في مكان واحد. يبقى دي اسمها ايه، جروبنج اند ستراكشر. تاني حاجه الاوردر، اوردر اوف جروبز اند ايتمز، يعني انت تشوف المنطقي برضو على حسب الاستخدام، دي ملهاش حاجات ثابته، على حسب الاستخدام اللي مثلا هو هيحتاج يشوف تفاصيل اوردر الاول ولا تفاصيله هو نفسه. اعتقد ان هو محتاج يشوف تفاصيله هو نفسه، فانت اول تحط البيلنج ديتيلز وبعدين ايه الاوردر ديتيلز. يبقى ترتيب الايتمز برضو ايه الحاجات المهمه. نفس الكلام لو جيت تجربها على الميكرويف، ده اول حاجه انت بتحدد ايه الهيتنج، وبعدين تمبريتشر، وبعدين تايم تو كوك، وبعدين تبدا ستارت. مش منطقي ان انت تبدا ستارت والزرار يبقى فوق، صح ولا لا؟ تمام. يبقى دي كانت تاني حاجه اللي هو الترتيب، الترتيب بتاع الايتمز. امال اول حاجه كانت ايه؟ لا ده انت كنت بس بتعملها جروبنج اللي هو بتجمعها مع بعض. تالت حاجه الديكوريشن، يعني الشكل اللي جايه من الديكور، يعني اللي هو الشكل. مثلا نقول انت حاطط دهيت في بوكس تمام، بوكسز يعني في سيبريتنج لاينز، يعني في خطوط بتفصلهم. الفونت ستايل احيانا بيختلف، الباك جراوند دي برده مثلا بتبقى واضحه اكتر، كلام من ده. يبقى كل ايه اي حاجه ليها علاقه بالديكوريشن تمام. بيقول لك الالاينمنت، الحاجات لازم تتعمل لها الاين بشكل معين، يعني ما ينفعش مثلا حاجه تبقى بالشكل ده، ممكن تعمل الاينمنت بالشكل ده هوت تمام. الاينمنت يعني ايه؟ يعني انت بتجيب الحاجه جنب حاجه كده بشكل تقدر تقول بشكل محترم يعني، فاهم قصدي؟ ودي طبعا ليها جايد لاينز اصلا مفصله، بس هو بس بيوريك ايه مجرد شكل. نفس الكلام برضو للالاينمنت، الشكل ده مش حلو، الشكل ده حلو اهو، جايب لك اللي هو ايه عامل لك سطر ما بينهم كده عشان يقول لك ان دول كلهم على سطر واحد، عشان انت لو لقيت الشكل ده مثلا في اي كتاب او حاجه هتحس ان انت متضرر، يعني هو ايه ده، هو ليه ما يعملش مثلا خط، مش كده؟ طيب الوايت سبيس طبعا واضحه جدا، اللي انت بتفصل ما بين الحاجات، يعني انت هنا مثلا انت بتفصل ما بين الباتنز دي والباتنز دي، او انت بتفصل ما بين الجزء ده والجزء ده. اعتقد ان حته الوايت سبيس دي واضحه جدا تمام. اخر حاجه اللي هي اللوكاليزيشن والانترناشونالايزيشن، يعني ايه اللوكاليزيشن، او خلينا نبدا بالانترناشونالايزيشن لو انا نطقتها صح. يعني المهم هي فكرتها ايه، practice of designing products، انت بتحاول تعمل products بس انت مش عايزها تبقى محلية بس، يعني انت مش عايزها تقتصر مثلا على الوطن العربي بس، فانت مش عايزها تبقى بالعربي بس، لا انت عايزها مثلا تبقى برضو في بلاد بره. فانت هتعمل حاجة اسمها ايه، localization. يبقى localization انت بتعمله عشان تعمل adoption، عشان تعمل تكيف على مكان جديد، دولة جديدة. يعني هقول لك حاجة، مثلا الويب سايت لما انت تعمله انجليزي او عربي، لو حد مثلا جرب قبل كده في الباك اند او الفرونت اند هيفهم كلامي، بتعمل حاجه اسمها ايه لوكاليزيشن. ليه؟ علشان ممكن اليوزر يغير، لو هو مثلا اجنبي يخليها بالانجليزي، لو هو عربي يخليها بالايه بالعربي. فدي اسمها لوكاليزيشن، اللي انت خليت المنتج بتاعك اللي هو الويب سايت يبقى ينفع لاكتر من ايه، لاكتر من لغه، وبالتالي بقى ينفع لاكتر من ايه، للانترناشونال ماركت، يعني حاجه عالميه تمام. وكده الحمد لله احنا خلصنا الحمد لله.